مساء الخير، تحياتي لكم جميعا. النهاردة اليوم الثاني من القبض على سيدة السفير معصوم مرزوق ومجموعة أخرى من المعتقلين، هم معتقلي العيد. هذا الفيديو موجه ليس للناس اللي تعرف التفاصيل، هم أكيد متابعين وما عندهمش يعني عارفين كل أبديت بكل الأحداث، لكن أنا النهاردة بوجه كلامي لعامة الشعب اللي هم ما عندهمش أي معلومات عن الشأن السياسي أو ما يحدث على الساحة السياسية، وربما غير متابعين. وممكن عامة الشعب لو قلت لهم مين معصوم مرزوق هيقولك أنا معرفوش، أنا بسمع بس أنا معرفش هو مين، مبادرة أنا معرفش إيه المبادرة اللي هو عملها، يعني هم مش مهتمين، وده سبب الفيديو النهاردة. سيادة السفير معصوم مرزوق هو أحد المحاربين القدامى اللي هو شارك في حرب الاستنزاف وفي حرب 6 أكتوبر، وبعد ذلك التحق بالسلك الدبلوماسي ومثل مصر تمثيل مشرف، واستحق بعد حرب أكتوبر أن هو نال وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم بعد ذلك عمل كمساعد لوزير الخارجية، ومن بعدها أصبح هو محامي حقوقي وله مكتب خاص. من أسابيع وبعد هاشتاج ارحل يا سيسي، كل مواقع التواصل الاجتماعي نشرت هذا الهاشتاج، والرئيس الحالي كان زعلان جدا وقال يعني ان بعد كل اللي بيحصل معقول في الاخر تقولوا لي ارحل يا سيسي وانا زعلان. بناء على ذلك سيادة السفير معصوم مرزوق قال لك طب خلاص احنا مش عايزين نزعله، احنا هنعمل استفتاء علشان نعرف مين من الشعب عايزه ومين مش عايزه، ويجب على الجميع احترام هذه النتيجة. إذا كانت الأغلبية مش عايزة هذا الرئيس وضد النظام وطريقة حكم البلاد، فيجب على الجميع احترام رغبة الشعب، وإذا كان غالبية الشعب بتؤيد الرئيس الحالي، يجب على المعارضين الصمت واحترام إن هناك فترة رئاسية يجب أن تكتمل، وخلاص بقى يا جماعة محدش يعمل دوشة بعد هذا الاستفتاء. هذه المبادرة للأسف لم تحوز على تشجيع ودعم من القوى المعارضة، لأن كل تيار كان له نقاط هو معترض عليها. وأخص بالذكر جماعة إخوان المسلمين، ليه بذكرهم؟ لأن السفير معصوم مرزوق متهم اليوم أن هو منضم للجماعة وأن هم بيدعموه علشان قلب نظام الحكم، وهذا طبعا غير صحيح على الإطلاق، وما يثبت كلامي أن جماعة إخوان المسلمين نشرت بعديها على طول مبادرة مختلفة تماما عنه، وإن حملت نفس العنوان وهو تعالوا إلى كلمة سواء. مبادرة السفير معصوم مرزوق كانت بتتكلم على إن بعد الاستفتاء هيكون هناك إفراج فوري عن المعتقلين السياسيين، وهيكون هناك تعويضات مادية عادلة للمعتقلين وللمصابين ومن تعرض لأي أذى نفسي وجسدي. وطبعا هذه النقطتين تحديدا اعترضت عليهم جماعة الإخوان، لأن هم الرئيس اللي بيأيدوه عايزينه يعود للحكم مرة أخرى، لأن هو في نظرهم الرئيس الشرعي، بينما سيادة السفير معصوم مرزوق بيقول إن في السنوات الأخيرة أي حد تقلد أي منصب لن يعود للعمل السياسي لمدة 10 سنوات، وهو ما رفضته جماعة الإخوان المسلمين. رقم 2، بند القصاص اللي هي مصممين الإخوان على إن هم ياخدوا حق الشهداء ومذبحة ربعة وكل الضحايا اللي موجودة لغاية دلوقتي. سيادة السفير قال لن يكون هناك قصاص، ولكن هيكون هناك خروج آمن، وهيكون في تعويضات مادية، وهذا ما رفضته الجماعة. في الفترة الأخيرة وبناء على عدم تشجيع القوى المعارضة واعتراضاتهم وتحفظاتهم، ده غير أن سيادة السفير لم يسلك أي سلوك غير قانوني، بل هو استند إلى مادة الدستور رقم 157، المادة رقم 157 من الدستور، وهو استخدم حقه الدستوري والقانوني في التعبير عن رأيه. وبالنسبة لهذه المبادرة هو قدم طلبات للداخلية وللجهات المختصة الأمنية المختصة للسماح له بعقد المؤتمر الشعبي في التحرير، وإن لم يكن
قد حصل على هذه الموافقات لن يكن أبدا سيتم إجراء هذا المؤتمر الشعبي، بل مؤخرا اقترح أحد الأصدقاء أن يتم تحويله إلى مؤتمر صحفي، ووصلنا هذا الاقتراح لسيادة السفير على أساس أن المؤتمر يتم انعقاده سواء في بيته أو في مكتبه أو في أي مقر، ويتم دعوة الإعلام للتحدث ليهم بتطورات المبادرة حفاظا طبعا على الناس المؤيدين، ويجب أن يكون هناك توضيح للإعلام. أثناء هذه النقاشات تم فورا امبارح بتوجه قوة من الأمن من 18 فرد إلى منزل السيد السفير، اللي هو المفروض اتبع كمحامي كل الأساليب القانونية لتطبيق المبادرة اللي هو اقترحها. تم القبض عليه هو ومجموعة أخرى 7 أفراد، تم القبض عليهم، وطبعا تم إبلاغ المحاميين الأستاذ طارق العوضي، مكتب الأستاذ خالد علي، وغيرهم من المحاميين الآخرين للدفاع عن ال7 معتقلين اللي للأسف الشديد لا أعلم لماذا بيتم اختيار بشكل محدد العيد. يعني أنا مش عارفة ما هذا النهج، أن يتم كل عيد يعني ينكدوا علينا ويغمونا بمصايب كل عيد، أنا مش فاهمة إيه السبب. يعني مش عارفين نلاقيها من ارتفاع اسعار، الناس معتقله، الناس بتموت، الناس بتحرق، الناس بتنتحر. هي انا مش عارفه افهم يعني ايه علاقه العيد بالمصايب. ما علينا. طبعا ابنه سيد السفير وجهت امبارح استغاثه، هي مش عارفه توصل لاي معلومات عن مكان احتجاز والدها، واخيرا ظهر في النيابه ووقف معاه المحاميين. طبعا في دعم ليهم مش بس من المحامين ولكن من الكثير من أطياف الشعب بتدعمهم. حتى للأسف الشديد ان اللي حصل خلى ناس غير مهتمة خالص بالموضوع ابتدت تتساءل، هو ايه اللي حصل، هو في ايه، هو مين ده، طب ايه اللي حصل له. وطبعا اظن ان دي حاجة ما كانش عايزها النظام خالص، وربما ان هو عايز يوصل رسالة يا جماعة ان اللي بيتكلم او اللي بيعترض هي دي الطريقة اللي هيوصل لها. فنهاية الموضوع ان احنا ما زلنا الى الان بنطالب النظام بالتعقل وبإيجاد طرق اخرى للتفاهم مع المعارضة، وإتاحة مساحة للمعارضة بالعمل والتواجد على الساحة بطريقة يسمح بها النظام بشكل أو بآخر. إن يتم قمع وبطش المعارضة وإن يكون هناك صدى عالمي عن اعتقال ناس ليها قيمتها، لما واحد ضابط، واحد ضابط ومحارب وصعقة ودبلوماسي ومساعد وزير خارجية وبعد كده محامي، بعد كل ده يترمى في السجن، بعد أطباء، بعد مهندسين، بعد صحفيين، كل دول في السجون. طب ما هو ده بالنتيجة الحال، يعني احنا مش بس المجرمين، لا دول بقوا بيتعاملوا معاملة المجرمين. بناء عليه احنا بنطالب جميعا النظام بالتعقل وبالإفراج الفوري عن سيادة السفير معصوم مرزوق، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإتاحة الفرصة لكل مواطن للتعبير عن حقه، تعبير عن نفسه، عن رفضه، عن موافقته. كل مواطن له حرية التعبير عن نفسه دون قمع، دون تهديد، دون إرهاب، اللي هو المفروض شعار المرحلة، إن مصر بتحارب الإرهاب ومصر ضد الإرهاب. لكن الواقع واللي بيحصل إن بيتم تحويل ناس مسالمة، ناس بتعارض بشكل منطقي، إلى إرهابيين. يعني أنا لما أخد شباب ملهمش أي انتماءات عايزين حال البلد يبقى أحسن وعندهم حبة نشاط سياسي وبيبتدوا يتكلموا ويصوروا ناس صحفيين محترمين، لما أخدهم أحطهم في حجز انفرادي لمدة سنوات متر في متر ويطلعوا نص ساعة وممنوع يخشوا لهم مراوح في الجو اللي احنا فيه، ويقعد 24 ساعة بيطلع فيها نص ساعة
وبيهان وبيتبهدل وبيتشتم وبيتعرض لكثير من الاعتداءات، هيطلع بعد كده ايه؟ ولما بيطلع ما بعملوش اي تأهيل لنفسي ولا بدني، ولا بديله اي فرصة ان هو يندمج مرة اخرى في المجتمع. هيطلع ايه غير ان هو هيطلع انا دلوقتي بشكل تدريجي بصنع ارهابيين. انا مش بتهم حد ولا بغلط في حد، ولكن الحقيقة هي كده. يعني توقع انت واحد شاب في عز شبابه ويعني في عز طاقته وفي عز نجاحه بتاخده بترميه في السجن، ويا سلام بقى لما يبقى فيه صحفي زي شوكان ويجي منظمة عالمية تعمله تكريم وهو موجود في السجن. طب هو هيطلع شكله ايه ووضعه ايه ونفسيته هتبقى عاملة ازاي، وازاي هيتفاعل مع المجتمع، وازاي هيكون ايجابي، وازاي هيحب البلد. فالحقيقة يعني الوضع مش مظبوط خالص وغير مقبول. كمان بنت سيادة السفير معصوم مرزوق النهاردة أعلنت إن في شنطة كان فيها مبلغ مالي كبير كان سيادة السفير سحبه من البنك على أساس يدفع لها مصاريف الكلية بتاعتها. تم اختفاء هذه الشنطة بعد خروج المجموعة اللي اقتادت السفير من البيت، فهي مش لاقيه الشنطه، وتم تبليغ المحاميين وسيتم التحرك بالموضوع. يخوفي ان تبقى تتحرز هذه الشنطه بالمبالغ اللي فيها ويتم اتهامه ان هو بيتمول او الكلام ده كله، مع ان طبعا ده حاجه ممكن يتم اثبات عكسها. فبنطالب النظام بالافراج عن سيد السفير معصوم مرزوق، وتجنب يعني ان احنا نتجنب الاحتقان اللي موجود حاليا، والغضب نتيجة القبض عليه والقبض على رموز مصرية. هذا شيء غير مقبول على الإطلاق. تحياتي لكم جميعا، وهنشوف نتيجة القبض والتحقيقات هتوصل لإيه. تحياتي لكم.